في اليوم الثاني اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة بيان الحكومة الجديدة، والوزراء يتحدثون عن خطط لإحداث طفرات في عدد من المجالات. مفاوضات الهدنة في قطاع غزة تتواصل لإنجاز اتفاق، وحماس تتهم نتنياهو بمحاولة إفشال الجولة، وواشنطن تبدي تفاؤلا حذرا. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحقيق يشمل نتنياهو في إخفاقات 7 من أكتوبر، والأخير يجري مشاورات حول إمكانية إقالة جالانت. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للاستماع إلى عدد من الوزراء، وهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والوزير محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار. وقد استعرض السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تتضمنها البرنامج الحكومي، وأبرزها زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير احتياجات السوق المحلي، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. كما أكد الوزراء المعنيين في الاستعراض المقدم منهم على خطط الحكومة لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات، وتطوير المواني وخطوط السكك الحديدية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني. وفي هذا الإطار أبدى السادة النواب أعضاء اللجنة التفاؤل بما عرضه السادة الوزراء، مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات، والعمل على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية، والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، ما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها. واستعرض السادة رؤساء اللجان النوعية المختصة عددا من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة، وأرب الوزراء المعنيين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه السادة النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة القادمة. وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على أن المناقشات التي تمت بين السادة النواب والسادة الوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن، وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري. We'll be right back.
هذا وقد رصد التلفزيون المصري آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول ما تناولته جلسات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة. النهاردة الكلام بيدور حوالين العقبات التي تواجه المستثمر اللي هو هيقوم بنشاط صناعي في هذه الحالة. طبعا أهم عقبة في هذه الحالة إزاي تجذب الاستثمارات والعقبات التي تواجه المستثمر، سواء كان يعني فيما يتعلق بالبيروقراطية. طبعا احنا شايفين يعني كلمة وزير النقل والصناعة كامل الوزير حقيقة كان يعني لديه من القدرة على انه يستطيع كسر هذه الحلقة من البيروقراطية الجهاز الإداري. حابين نأكد دايما برضو على وزارة قطاع العمل انه دايما مش الحكم على المواضيع اللي هو بمجرد ان الشركات هي رابحة او شركات خاسرة، دايما فكر قطاع الأعمال نفسه بيتمثل في ان دي الصناعات اللي بتبقى ليها مردود اقتصادي ومردود مجتمعي، ولكن هي صناعات عائد الاستثمار بتاعها ما بيبقاش عالي، فبالتالي من هذا المنطلق بتبدا الدوله تخش في هذه الصناعات عشان يحصل نوع من انواع الاستفادات المجتمعيه والاستفادات الاقتصاديه فيها. البيان بتاع وزاره الصناعه كان ملم بكل الامور، كانت خطه واضحه محدده، يعني والجديد في الموضوع ان هي كانت محدده بوقت، وده كان حاجه كان دايما احنا بننادي بيها كمجلس نواب، ان احنا لما بنسمع خطه من وزير بنكون عايزين الخطه ديت تكون محدده بوقت علشان خاطر نحاسبه عليها. خطه الوزاره خلال الفتره القادمه ان مصر تدخل المنافسه في السوق العالميه. الحقيقه احنا عملنا البنيه التحتيه وقدرنا ان احنا نعمل تحالف شركات مع شركات اجنبيه ونجيب خطوط ملاحه عالميه. الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله احنا بنسوق مصر من خلال المنافسه العالميه، المواني الذكيه، المواني الخضراء، المواني اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه، المواني اللي ليها سعر تنافسي. دي كلها دي شروط مهمه جدا ان انت يبقى عندك سعر تنافسي، في نفس الوقت ان انت بتوفر الخدمه بشكل جيد، في نفس الوقت انك انت بتستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثه، المعدات الحديثه، السرعه في الاداء. كل ده بيخليك تدخل المنافسه وتدخل المنافسه بشكل كبير. بهدف تطوير البنية الاقتصادية في مصر ورفع معدلات النمو الاقتصادية، تواصل الدولة خططها في إلاء اهتمام خاص بقطاع الصناعة. برنامج عمل الحكومة الجديدة سعى لمراعاة هذه الشواغل، ذلك من خلال استكمال البناء على ما سبق إنجازه خلال الفترة الماضية وتعزيز تحسين بيئة الأعمال لدعم المستثمرين المحليين والأجانب. بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة. البرنامج الحكومي الذي يأتي تحت عنوان معاً نبني مستقبلاً مستداماً يسعى لاستكمال مسيرة العمل السابقة والبناء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، فضلاً عن مواصلة العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. في الوقت نفسه تستكمل الحكومة تركيزها على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية. وفي هذا الإطار وضعت أجهزة الدولة برنامجاً لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة. كما تواصل الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعات المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى متابعة الخريطة الاستثمارية الشاملة التي تم إطلاقها لعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل وموزعة على مستوى المحافظات. واتصالاً بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، أكدت الحكومة سعيها المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً.
هي إذن أهداف واضحة ورؤية ثاقبة تسعى الحكومة الجديدة من خلالها لإحداث نقلة نوعية على صعيد التنمية الصناعية. ومن أجل تلك الغاية أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية، ومن ثم تحقيق النجاح والريادة. يرتكز برنامج عمل الحكومة الجديدة على مجموعة من المحددات والثوابت التي تعد إطارا رئيسيا لخططها الاستراتيجية في مختلف المجالات والقطاعات، ويعد الحفاظ على الاستقرار السياسي والتماسك الوطني والاجتماعي من بين أولويات العمل الحكومي لتعزيز قوة مصر على الأصعدة كافة. مسارات ومحددات عدة ينطلق على أساسها برنامج عمل الحكومة لتحقيق استقرار الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية. ومن بين هذه المحددات محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، والذي يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وإعلاء قيمة المواطن والسعي إلى بناء الإنسان بناء متكاملا. وليس ذلك فحسب، بل ستسخر الحكومة كل الإمكانيات المتاحة من أجل البناء على دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد يأتي ضمن أولويات الحكومة، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق. ومن بين المرتكزات التي يقوم عليها محور البرنامج أيضاً تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك. ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم. تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية من أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامج عمل الحكومة الجديدة، وهو من شأنه المساهمة في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني. ولم يخفل المحور الرابع من البرنامج أيضاً تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية. وبالتوازي ستعمل الحكومة على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. كل هذا من شأنه أن يبني أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعدة. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية، حيث أوضح جبالي أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليا تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات، مضيفا أن الآمال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة. شهدت الاحتفالية إقامة عدد من الندوات الدينية للحديث حول دروس الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء القيم الدينية التي أسسها الاعتدال. في إطار حرص وزارة الداخلية على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقاً للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة، نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو. شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال. كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس، نتعلم من كل موقف درس، نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة. النبي يقول اللهم افتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك، لو مسامع قلبي تفتحت لأنوار الوحي لأخذت واستمدت، هحاسب نفسي على الكلمة، هحاسب نفسي على الحركة، هحاسب نفسي على الفعل. طالع نقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في أمن وأمان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء، فهي فرصة أمامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة أمور دينهم ودنياهم، حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين فكرياً لبداية حياة جديدة. شروط التوبة النصوح وكيف أعلم أن الله قد تقبلها مني؟ التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها أبداً. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وخد بالك من حاجة جميلة قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك إلى التوبة اعرف إنه عايز يتوب عليك. النهاردة كان في ندوة دينية حضرناها إحنا وإخواننا النزلاء، سألنا أسئلة وأجابنا عليها العلماء بإجابة وافية أفادتنا جميعا. بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة رأس السنة الهجرية، عاد الله على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري بالخير والأمن والبركات. في حاجات إحنا هنا عرفناها ما عرفناهاش بره من خلال الندوات الدينية. بنعرف حاجات كتير إحنا ما كناش نعرفها عن الدين، عن الإسلام، حاجات كتير ما كنتش أعرفها اتعلمتها هنا. كل أسئلة بسألها بيتجاوب عليها، والشيوخ بصراحة لما بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسيا في كل حاجة وبيردوا على كل أسئلة. استفيد من المشايخ اللي بتجينا والدكاترة، إحنا بنسألهم وبناخد رد على أسئلتنا. بقى فيه تحفيظ للقرآن، بقى فيه محو أمية، فيه تعليم. إحياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء
وإعدادهم للاندماج في المجتمع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وعن الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو اجتمع طوال اليوم مع المفاوضين الإسرائيليين الذين عادوا من العاصمة القطرية الدوحة. وأشار مكتب نتنياهو إلى أن وفد المفاوضات سيتوجه اليوم إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات عن تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. واتهمت حركة حماس سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال الجولة الحالية من المفاوضات. هذا ومن المقرر أن تستأنف جولة المفاوضات الراهنة في القاهرة خلال الساعة المقبلة. أعرب جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وقال كيربي إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين، مضيفا أن برايت ماجورك المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز يحاولان تقريب وجهات النظر بين الجانبين. أعلن يواف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه بحث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إيصال ذخائر مهمة سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام. وقال جالانت أنه ناقش مع المبعوث الأمريكي التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، كما أكد أن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا إذا تم التوصل لاتفاق مع حزب الله. وفي شأن آخر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة أن يشمله التحقيق هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات حول إمكانية إقالة وزير الدفاع يواف جالانت من منصبه في الأشهر القادمة. وأوضحت القناة الإسرائيلية أن العديد من أعضاء حزب الليكود هاجموا جالانت في جلسة العامة للكنيست، حيث يعتقدون أن جالانت يتصرف بشكل مستقل ويجب إيجاد فرصة لإزاحته. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,345 شهيدا، بالإضافة إلى 88,295 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي، أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 50 شهيد و54 مصاب للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلن الدفاع المدني في غزة حي الشجاعية منطقة منكوبة غير قابلة للحياة بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من المباني في حي الشجاعية غير قابل للسكن. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أنه تم انتشال أكثر من 60 شهيدا، فضلا عن وجود العشرات من الشهداء تحت أنقاض المنازل في إحصائية أولية بمنطقة الشجاعية. ولفت إلى أن طواقم ممنوعة من الدخول إلى الحي لتلبية استغاثة المحاصرين أو انتشال جثامين الشهداء. يعني أنا مش عارف حاليا من أروح، لا عارف، لا ملاقي مأوى ولا ملاقي مدرسة ولا ملاقي حق.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن من بين المستهدفين منظمة الهافا غير الهادفة للربح وعدة مزارع أغنام ومعز بالإضافة إلى 3 أفراد. نشرة 9 تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. موسكو تدرس اتخاذ تدابير لاحتواء تهديد حلف الناتو لها، وتتهم الحلف بانخراطه بشكل كامل في الصراع بأوكرانيا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة كابري في الجليل الغربي. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرات مسيرة انطلقت من لبنان داخل إسرائيل، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية. نشرة 9 تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري. بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية أندونيسيا سبل تعزيز التعاون المشترك. وخلال اللقاء أكد شيخ الأزهر الشريف أن العالم الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود فيما بين دوله ومؤسساته والخروج بصوت إسلامي موحد ومعبر عن تحدياته وأزماته المختلفة. يشترك فيه صناع القرار السياسي وعلماء الدين والمفكرون. وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى سعي الأزهر الدائم للتعريف بوسطية الإسلام، حيث عقد الأزهر ومجلس حكماء المسلمين جولات للحوار بين الشرق والغرب ومؤتمرات عالمية عن مكانة المرأة في الإسلام، ومؤتمرات أخرى تدعو إلى تفعيل استخدام مصطلح المواطنة بدلا من الأقليات. خلال كلمته بالدورة 5 للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في طوكيو، طلب أحمد أبو الغيط بضرورة التفكير في آليات توسيع الشراكة العربية اليابانية لتشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم. انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجان الدائمة 4 بالبرلمان العربي تمهيدا للجلسة العامة التي تنطلق السبت القادم. هذا وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي. عقدت اللجان الدائمة 4 بالبرلمان العربي اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة التي تنطلق السبت للوقوف على مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. في اللجنة التشريعية جرى اليوم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها بما فيها استكمال القضايا المرحلة من الدورة الماضية وإقرار مشروع قانون استرشادي متعلق بمكافحة ظاهرة التنمر، وأيضا أقررنا مسودة
لمشروع مكافحة الهجرة غير المشروعة. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وكذلك مستجدات الأوضاع في كل من السودان واليمن وليبيا والصومال وسوريا ولبنان. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في آخر اجتماعها بالنسبة لهذا الانعقاد مجموعة من النقاط، كان أهمها طبعا المحضر السابق للاجتماع وتم المصادقة عليه، ثم تحدثنا على تنفيذ الخطة التي سبقت بالنسبة للاجتماع السابق، والأهم بالنسبة لي أنا بالنسبة لهذا الاجتماع هو الوضع السياسي في الوطن العربي من خلال وضع مقترحات لمجموعة كبيرة من البيانات، كان على رأسها طبعا السودان ثم ليبيا ثم اليمن ثم سوريا. فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومناقشة مقترح بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فتبحث مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر وآخر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. ناقشنا وضع آليات تنفيذية لتفعيل وثائق سابقة، على رأسها كان وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وكان معنا اللي هو خبير من الخبراء بيت خبرة، وأخذنا منها توصيات وتم تضمينها أيضا من ضمن توصيات اللجنة. كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية. أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تدرس اتخاذ تدابير لاحتواء التهديد الخطير الذي يمثله حلف شمال الأطلنطي الناتو. وأضاف المتحدث باسم الكريملين أن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن منخرطا بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مضطرة للقرارات التي اتخذها الحلف في القمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء، والمناقشات التي جرت لتحليل نص الإعلان الذي تم تبنيه بدقة. هذا وأشار بيسكوف إلى أن أي تهديد للأمن القومي الروسي سيجبر بلاده على اتخاذ إجراءات مدروسة ومنسقة وفعالة لاحتواء الناتو، بعدما أصبح هذا التحالف هو الأداة للمواجهة وليس للسلام والأمن. أعلنت الصين رفضها لاتهامات حلف شمال الأطلسي بدور بكين الرئيسي في مساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي أن بكين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصين تسعى لتعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. تظل الصين أحد الهواجس الرئيسية للغرب، وجاءت قمة حلف الناتو الأخيرة في واشنطن تجسيدا لهذه المخاوف بالتركيز على ما وصفوه بدور الصين في الحرب الروسية الأوكرانية. قادة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو أعربوا عن قلقهم العميق حيال العلاقات الوثيقة الصينية الروسية، واتهموا بكين بأداء دور رئيسي في مساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وأكد قادة دول الحلف أن الصين أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها، ومن خلال دعمها الواسع نطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. قادة الناتو ناشدوا بكين وقف كل دعم مادي أو سياسي للمجهود الحربي الروسي، خاصة نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل مكونات الأسلحة والمعدات والمواد الخام التي تستخدم في قطاع الدفاع الروسي، مشددين على أن الصين لا يمكنها أن تدعم أكبر حرب في أوروبا في التاريخ الحديث بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالحها وسمعتها. بكين رفضت بغضب اتهامات حلف الناتو، وأكدت أن الحلف الذي
الذي تقوده الولايات المتحدة يبحث عن ذريعة لتوسيع نفوذه شرقا. وقال متحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن بكين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصين تسعى لتعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. وكانت بكين قد طرحت ورقة من 12 نقطة قبل أكثر من عام تحدد فيها مبادئ عامة لإنهاء هذه الحرب. نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن نائب وزير الخارجية سيرجي رياباكوف قوله إن روسيا تعمل على الخروج برد عسكري على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا. وقال رياباكوف إن قرار نشر الصواريخ في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا. وصرحت الولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك أنهما ستبدأان في نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا في 2026 لإظهار التزامهما تجاه الدفاع مع حلف شمال الأطلسي وأوروبا. تستعد مدينة العالمين الجديدة لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديد بالعديد من الفعاليات المختلفة التي تستهدف جذب ملايين السياح والزائرين إلى المدينة. بدأت الاستعدادات بإطلاق فعالية باراموتور، وهو نوع من أنواع الطيران الخفيف الذي يستهدف عشاق الطيران وسط أجواء مدينة العالمين الجديدة. انطلاقة مميزة لمهرجان العالمين السياحي والرياضي الأشهر على الإطلاق، حيث تم تصميم البوستر الخاص به هذا العام، وهو يضم العلم المصري بجوار علم فلسطين في لفتة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية ولفت انتباه العالم لها في كل المحافل. وشهدت بداية المهرجان فعاليات الألعاب الترفيهية المميزة وعلى رأسها رياضة الباراموتور، وهي طيران شراعي يتميز بوجود موتور بحيث يكون الإقلاع والهبوط من الأرض. الباراموتور دي رياضة قوية جدا جدا جدا، من أصعب الرياضات الموجودة في العالم، يعني صعبة جدا لدرجة ان احنا مضطرين ان احنا نطير في هواء صعب زي اللي احنا فيه دلوقتي دوت زي ما حضرتك شفت. طبعا رياضة قوية، رياضة حلوة، وبتجذب سياحة طبعا كبيرة لمصر بطريقة كبيرة قوية جدا الحمد لله. احنا بنطير في مناطق كبيرة جدا زي الهرم، زي المناطق السياحية زي الأقصر وأسوان وزي الساحل الشمالي طبعا العالم عالمين، وبنطير في اسكندرية وبنطير في كل الأماكن الساحلية. رياضة الباراموتور تتطلب التأكد من جاهزية المعدات والموتور المحرك لها ومناسبة المكان الذي يتطلب الاستمتاع بهذه الرياضة، ولذلك يحرص القائمون على هذه الرياضة على وجودهم في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة نظرا لما تتمتع به المدينة من مناظر ساحرة، مؤكدين وجودهم طوال فترة المهرجان لخلق حالة من الاستمتاع، حيث نجحت التجربة في جذب السياح المهتمين بالرياضات غير المألوفة. مفيش حاجة على وجه الأرض ملهاش مخاطر، بس الباراموتور ميزتها ان انت ليها رولز معينة لو مشيت عليها بتخلي نسبة المخاطر عندك اقل من صفر. يعني هي في رولز وفي سيستم وحاجات معينه انت بتتبعها وتشتغل عليها، فبتوصل ان الريسك بيبقى عندك صفر، ما ان شاء الله ما بيبقاش فيه مخاطر خالص. رياضه الطيران بالباراموتور التي قد يستغرق تحريكها اكثر من ساعه وتصل سرعتها الى 75 كيلومترا في الساعه تعود بالعديد من الفوائد على ممارسي هذه الرياضه، من بينها الشعور بالسعاده وتخفيف التوتر وكسب الثقه بالنفس. الموضوع بيحتاج فتره تدريب مش قليله، وبتخوض فيها تجارب لطيفة من انك بتتعلم على الارض الاول، وبعدين تدرس نظري، وبعدين تجرب تطير اول فلايت وكده. رياضة لاقت تفاعلا كبيرا خلال النسخة الاولى من المهرجان، وكانت هذه الانطلاقة لتوجيه الدعوة للزائرين لخوض هذه التجربة ورؤية جمال مدينة العالمين الجديدة، وهي استراتيجية كاملة تبنتها المتحدة للخدمات الاعلامية لاطلاق العديد من المبادرات الوطنية كمهرجان العالمين الجديدة لتسليط الضوء على التنمية الشاملة التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها. We'll be right back.
وهذه هي وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. لك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا حكمة عبد الحميد، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تبدأ الحكومة يوم الخميس المقبل صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. أفادت وزارة المالية أنه في 8 أغسطس المقبل سيتم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، مضيفة أنه تم صرف 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. ولفت الوزارة إلى أن إجمالية قيمة ما تم صرفه دعما من الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 65 مليار جنيه. عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة في إطار خطة لتشجيع وتعظيم الصادرات. خلال الاجتماع ناقشت وزارة الصناعة والنقل المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها ضمن أهداف الدولة لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. هذا وناقش الاجتماع أيضا مع ممثلي إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية بوش للأجهزة المنزلية خطوات إنشاء مصنع في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو. أكد وزير البترول كريم بدوي أن تأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى، والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي. وأوضح الوزير خلال الجولة التفقدية لسير العمل في حقل ظهر في بورسعيد أن ما تم تحقيقه في هذا المجال هو طفرة وراءها مجهودات كبيرة. هذا وكشفت الوزارة عن أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إني حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار، تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13 مليار و500 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير وظل خام برنت فوق مستوى 85 دولار للبرميل في وقت يقيم فيه المستثمرون توقعات أقل تفاؤل بشأن نمو الطلب من وكالة الطاقة الدولية مقابل مؤشرات على تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة. هذا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 34% ليصل إلى 82 دولار و38 سنت للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% ليصل إلى 85 دولار و32 سنت للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6% لتصل إلى $2.51 للتر. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.85% لتسجل نحو $2.28 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ إلى ما يقل عن 1 مليون برميل يوميا خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك مع انكماش الاستهلاك في الصين. وفي تقريرها الشهري أعلنت الوكالة أن الطلب العالمي للنفط ارتفع في الربع الثاني بمقدار 710 ألاف برميل يوميا على أساس سنوي، وهي أقل زيادة فصلية منذ أكثر من عام. هذا وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 40% في عامي 2024 و2025.
أكد المكتب الوطني للإحصاء بالمملكة المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 2%. وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة ريتشل ريفز إن تحقيق نمو اقتصادي هو مهمة الحكومة، معلنة إنشاء صندوق سيادي وطني بإجمالي استثمارات تصل إلى 7,300,000,000,000 جنيه استرليني على مدار 5 سنوات لإعادة بناء البلاد. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وحكمة لاستكمال ما تبقى من 9. أشكرك فاطمة. يفتتح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وقارينة رئيس صربيا تامارا بوديتيتش فعاليات أيام الثقافة الصربية في مصر، ذلك بمناسبة مرور 116 عاما على العلاقات المصرية الصربية، وذلك بدار الأوبرا المصرية. وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا من دار الأوبرا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. يعني أحمد، ضعنا في أجواء الاحتفالية المصرية الصربية وأيضا المزيد من التفاصيل حول الفعاليات. نعم حكمة، تحية لك، نحييكم من دار الأوبرا المصرية، حيث هذه الفعاليات الضخمة والكبيرة والأكثر من الرائعة، فعاليات أيام الثقافة الصربية هنا في مصر بحضور قرينة الرئيس الصربي السيدة تامارا بوتيتش ووزير الثقافة. هذه الفعاليات التي بدأت في 7 مساء بافتتاح عدد من المعارض الثقافية والفنية، أعقبها كلمة قصيرة للوزير الثقافة وللسيدة تامارا، أعربت خلالها عن سعادتها الكبيرة بوجودها هنا في مصر بهذه الأجواء الإيجابية التي شعرت بها منذ اللحظة الأولى التي نزلت فيها إلى مطار القاهرة الدولي. أيضا عقب هذه الكلمة بدأ الحفل الفني الذي قامت فيه فرقة رضا للفنون الشعبية بتقديم مجموعة من العروض التراثية والاستعراضية أمام الجمهور المصري والصربي الذي اجتمع هنا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، هذا بالإضافة إلى فرقة كولو وهي فرقة صربية شعبية أيضا قدمت العديد من الرقصات الشعبية هنا على مسرح دار الأوبرا المصرية. هذه الفعاليات التي هي من أجل تعزيز الثقافة بين البلدين، كما أكد السيد وزير الثقافة، هناك إقبال كبير وحالة سعادة من قبل الجمهور الصربي بتواجده هنا في دار الأوبرا المصرية. هذه الفعاليات ما زالت مستمرة وأيضا هي مستمرة على مدار 3 أيام، وهناك أيضا تعزيز وتأكيد على التواجد والتعزيز الثقافة ما بين البلدين المصري والصربي. إليك حكمة مرة أخرى. مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، شكرا جزيلا لك. والآن مع أخبار الرياضة فاطمة خليل، ومرة ثانية إليك. شكرا حكمة، شكرا هبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها خطبت اللجنة الأولمبية لدراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس وفقا للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية. وأرسلت الوزارة خطابا للجنة الأولمبية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن، وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن، ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، وأخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية. يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة
عمودي لاعبة إصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيم الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها. غادرت بعثة المنتخب الأولمبي مطار القاهرة متوجهة إلى مدينة بوردو الفرنسية على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق يوم الأربعاء المقبل. يأتي هذا تحضيرا لأول مباراة رسمية في الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 من يوليو الجاري في الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تقام من 24 من يوليو إلى 9 من أغسطس المقبل. تضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا. يلعب الزمالك مع طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. يحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز 11 برصيد 35 نقطة. مشاهدينا وصلنا ختام هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لهبة وحكمة لاستكمال ما تبقى من 9 ساعات. شكرا لك فاطمة. اندلع حريق في برج كاتدرائية تعود للقرون الوسطى بمدينة روان بمنطقة نورماندي بفرنسا. هذا وأخلت السلطات الفرنسية البرج وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، بينما تم حشد جميع الموارد العامة لمكافحة الحريق الذي لم يعرف الأسباب بعد. ويأتي الحريق بعد 5 سنوات من حريق هائل أطاح ببرج كاتدرائية نوتردام في باريس والتي تعود للقرون الوسطى أيضا ودمر سقفها. أخبار الطقس نتعرف عليها في نشرتي الثالثة وأخيرة هذه المرة مع فاطمة خليل. شكرا حكمة، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 28، الإسكندرية 34، 25، مطروح 32، 24، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 41، 26، وجوها الشديد الحرارة. بالنسبة لي السويس 40، 26، العريش 36، 25، طابة 39، 26، شرم الشيخ 43، 30، الغردقة 43، 31، وشديد الحرارة أيضا. بالنسبة لي الأقصر 45، 30، أسوان 46، 31، الوادي الجديد 44، 28، شلاتين 42، 29، حلايب 36، 30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. في اليوم الثاني، اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة بيان الحكومة الجديدة، والوزراء يتحدثون عن خطط لإحداث طفرات في عدد من المجالات. مفاوضات الهدنة في قطاع غزة تتواصل لإنجاز اتفاق. حماس تتهم نتنياهو بمحاولة إفشال الجولة، وواشنطن تبدي تفاؤلا حذرا. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحقيق يشمل نتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر، والأخير يجري مشاورات حول إمكانية إقالة جالين. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. وشفك المنيري، مساء الخير يا شفك. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا حكمة، وحلو بلاك اند وايت، يعني اللي هو الأمور لا تحتمل غير يعني يا نبقى أبيض يا أسود، يعني فده أحلى حاجة، فيش رمادي. يعني أحيانا في الدبلوماسية والسياسة بنحتاج أحيانا أكيد الوسط، بس أنا بحب التحديد، يعني عارفة لما بتبقي القطبين واضحين تحسي الحياة أسهل، الدنيا واضحة تمام. أنا معاكي صح؟ أنا معاكي، وراكو أحمر علم مصر كده، خلاص كده احنا في الأمان. يعني حلقة موفقة يا شفكي إن شاء الله، دايما يوم الخميس بنبقى حلقة ويمكن مختلفة، يا رب حرارة الجو دي على الأقل بنشتغل نقدر كده نساعد الناس إن احنا ينسوا شوية حرارة الجو الغير طبيعية اللي احنا فيها. صحيح صحيح، يلا موفقة إن شاء الله، موفقة في الحلقة. ليك يا حكمة وليك يا هبة ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا. مشاهدينا الكرام تفضلوا نبدأ التاسعة.